حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. طالب خبراء اقتصاديون بضرورة إجراء تعديل على قانون الإدارة المالية من خلال تعديل احتساب قانون إقرار الموازنة. وأشار الخبراء إلى أن مرور سنة كاملة دون موازنة ينذر بانهيار اقتصادي للمؤسسات الخدمية والاستثمارية، مؤكدا على ضرورة تعديل قانون الإدارة المالية. هذا ويخشى أغلب موظفي الدولة من احتمالية توقف رواتبهم ورواتب المتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية في حال عدم إقرار موازنة العام القادم. قال النائب باسم خشان إن وزارة الصحة اشترت أجهزة تستخدم لأقنعة بدون بطاريات، وأكد أن وزير الصحة مستمر في الشراء والاستيراد بدون تقرير حاجة. وأضاف النائب خشان أن وزير الصحة مرر العديد من صفقات الفساد عن طريق شراء معدات بدون تقارير الحاجة إليها. هذا واتهم خشان وزارة الصحة بشراء أقنعة التنفس الصناعي بكميات كبيرة وبأسعار مضاعفة جدا، حيث بلغت قيمة الصفقة 100 مليون دولار، بينما السعر العالمي للقناع الواحد لا يتجاوز 3 دولارات، لكن وزارة الصحة اشترت القناع الواحد ب24 دولارا. سجلت إدارة مطار المدينة المنورة في السعودية أول مخالفة على مطار كركوك، وقالت الإدارة إن المخالفة جاءت لأسباب فنية تتعلق بعدم ربط الرحلة في نظام المغادرة الآلي من محطة الوصول وخلوها على جدول مطار المدينة المنورة، وبالتالي عدم تسجيل ووصول بيانات المسافرين والطاقم إلى المطار والجوازات والمركز الوطني لأمن المسافرين، مشيرة إلى أن المخالفة يعقبها فرض غرامات مالية كبيرة على شركات الطيران. كشف مركز عراق المستقبل عن استيراد العراق بضائع بنحو 11 مليار دولار من الصين وتركيا والهند خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى آب من العام الحالي. وقال المركز إن مواد البناء مثلت 9% من مجمل الاستيرادات، ثم الأجهزة الكهربائية أو الكهربائية والإلكترونية بنسبة 9% أيضاً، مضيفاً أن الاستيرادات من الصين مثلت الرقم الأكبر بواقع 51% من مجمل استيرادات الدول الثلاث، ثم تركيا بواقع 40%، ثم الهند بواقع 9% من مجمل الاستيرادات. قالت المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة كرمانشاه غربي إيران إن أكثر من 156 ألف شاحنة عبرت من المنافذ الحدودية للمحافظة المجاورة للحدود العراقية في غضون 6 أشهر. وبحسب المديرية فإنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري والذي بدأ في 21 من شهر آذار، عبرت أكثر من 156 ألف مركبة ثقيلة من 5 منافذ حدودية بمحافظة كرمانشاه بزيادة قدرها 2.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وطالما اتهمت لجان مختصة الصادرات الإيرانية والبضائع الرديئة ومنخفضة الثمن بتعطيل الإنتاج المحلي للعراق. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. Thank you.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.